السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن تطور الطفل الرضيع في الشهر الثامن. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص الطفل الرضيع، سواء التغذية او النمو او التطور او اي حاجة تخص طفلك الرضيع في الشهر الثامن. خليكم معانا. في البداية وقبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. رجعنا تاني نكمل سلسلة تطور الأطفال الرضع بعد فترة انقطاع، وللي عايز يعرف تطور الأطفال الرضع في الشهور السابقة هسيب لكم كل الفيديوهات من أول الولادة لحد الشهر السابع في صندوق الوصف بتاع الفيديو وأول تعليق مثبت تحت الفيديو. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن تطور الأطفال الرضع في الشهر الثامن. أول حاجة هنتكلم عليها هو التغذية. في الشهر الثامن بنعتمد على حاجتين، بنعتمد على الرضاعة وبنعتمد على الأكل. الرضاعة طبعا سواء الطفل بيرضع طبيعي أو صناعي، في كلا الأحوال الرضاعة هنا بتبقى حسب الحاجة، ما عندناش كمية محددة الطفل لازم ياخدها، لكن في الأغلب الأعم الطفل لو بيرضع طبيعي ممكن ياخد في اليوم حوالي 4 أو 5 رضعات، والطفل اللي بيرضع صناعي بيبقى حوالي نفس الرقم في العدد. اعرض الرضاعة على طفلك باستمرار في اليوم وشوفي هل الطفل عاوز يرضع ولا لا. لو حس ان طفلك عاوز يزود في كمية الرضاعة زودي للطفل حسب رغبته. لما نيجي نتكلم عن الاكل، في العمر ده الطفل بياخد في اليوم 4 وجبات، وطبعا لازم ننوع في الوجبات دي بين اصناف الطعام المختلفة بشكل ان الطفل ياخد ال4 مجموعات الاساسية، ياخد نشويات، ياخد بروتينات، ياخد خضار وفاكهة، وياخد منتجات حليب. لو عايزين تعرفوا كل حاجة عن تغذية الاطفال الرضع من بعد الشهر الرابع لحد عمر سنة، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو، تقدروا تعرفوا منه كل اصناف الطعام، وكمان بنحضر وجبات بشكل عملي للاطفال الرضع. وطبعا طالما اتكلمنا عن الاكل لازم نتكلم على شرب المية. في العمر ده لازم حضرتك تعرضي المية على الطفل باستمرار، وخلي الطفل يشرب حسب رغبته. لو كان الطفل ملوش رغبة انه يشرب المية مفيش مشكلة خالص، ما تنسيش ان الطفل ده بيرضع وبياخد جزء كبير من احتياجاته من خلال الرضاعة. لو الطفل عاوز يشرب برضه مفيش مشكلة، خليه يشرب حسب رغبته. وفي العمر ده نقدر نقدم للطفل المية المعدنية او المية المقطرة او المية من الفلتر او المية العادية، لكن يفضل ان احنا نغليها الاول علشان تبقى نظيفة وخالية من اي ميكروبات. وفي العمر ده مسموح لنا ان احنا نضيف التوابل لاكل الطفل، لكن التوابل غير الحارة، يعني ما نضيفش الشطة او الفلفل الاسمر. كمان مسموح لنا اضافة زيت الزيتون في اكل الطفل، ولازم وحضرتك بتحضري الوجبة للطفل تحضريها في قوام لين وسهل البلع بالنسبة للطفل. دي نقطة مهمة دايما بأكد عليها. وعندنا 5 حاجات ممنوعين على الأطفال الرضع قبل عمر سنة: الملح والسكر وعسل النحل وبياض البيض والحليب الطبيعي بكل أنواعه، سواء الحليب البقري أو الجاموسي أو الأغنام أو الإبل أو أي نوع تاني، وكمان اللحوم الحمراء. ال5 أصناف دول بنديهم للأطفال الرضع من بعد عمر سنة. بقية الأصناف ينفع نقدمهم للأطفال الرضع، لكن زي ما قلنا في قوام مناسب للبلع بالنسبة للطفل. ويفضل في العمر ده ان اكل الطفل يبقى مسلوق او يبقى مشوي. نبعد الطفل بعيد عن الاكل المقلي والمحمر والاكلات المسبكة، لان الحاجات دي كلها هتبقى تقيلة جدا على معدة الطفل. وبالنسبة لشرب الاعشاب زي النعناع او اليانسون او الكروية، مسموح للطفل الرضيع في العمر ده انه يشرب الاعشاب، لكن ما تزوديش عن 30 ملي وما تزوديش عن مرة واحدة في اليوم، ويفضل ان انت تستخدميها للضرورة فقط. الاعشاب ما بتقدمش قيمة غذائية للطفل، لكن بتريح الطفل من المغص والانتفاخ او بتهدي الطفل وبتخليه يعرف ينام كويس، فبلاش تسرفي في اعطائها للطفل، لان ده بيخصم من رضاعة الطفل ومن اكل الطفل، فاستخدميها عند الحاجة او عند الضرورة فقط. يبقى ده كده الجزء الاولاني اللي يخص التغذية. نيجي للجزء الثاني واللي يخص نمو الطفل في الشهر الثامن. اول حاجة وزن الطفل. وزن الطفل في أول الشهر الثامن، يعني الطفل تم 7 شهور، فأول يوم من الشهر الثامن المفروض إن الطفل ده يكون زاد 4.5 كيلو على وزن الولادة. يعني الطفل ده لو كان مولود 3 كيلو فالمفروض أول يوم في الشهر الثامن يبقى وزنه 7.5 كيلو، ولما الطفل يخلص الشهر الثامن المفروض وزنه يكون زاد 5 كيلو على وزن الولادة. يعني لو كان مولود 3 كيلو فلما يتم 8 شهور المفروض وزنه يبقى 8 كيلو. طبعا ده الوزن المثالي بالنسبة للطفل،
لو وزن الطفل قل عن كده كيلو او زاد عن كده كيلو مفيش مشكله، لكن لو قل اكتر من كده او زاد اكتر من كده يبقى لازم نرجع لطبيب الاطفال يفحص الطفل. الحاجه الثانيه، طول الطفل في الشهر الثامن بيتراوح من 66 ل 75 سنتي، ده الرينج الطبيعي اللي بيتحرك فيه الاطفال. لو كان طفلك اقل من 66 او اكتر من 75 برضه يفضل ان طبيب الاطفال يفحص الطفل. ثالث حاجة، محيط الراس وهو مقاس الراس بتاع الطفل، وده مؤشر مهم جدا لنمو المخ بتاع الطفل في الحجم. ومحيط الراس في العمر ده بيتراوح من 43 ل 46 سنتي. كمان فتحة النافوخ بتاعة الطفل، ناس كتير سألوني ايه هي فتحة النافوخ؟ فتحة اليأفوخ هي الحتة الطرية اللي بتبقى موجودة في راس الأطفال الرضع من الأمام، والحتة دي مهمة جدا لأنها بتسمح لعظام الجمجمة إنها تتمدد علشان تدي فرصة للمخ إنه يزيد في الحجم. وفتحة اليأفوخ ممكن تقفل بمجرد الطفل ما يتم 6 شهور، وممكن تفضل مفتوحة لحد عمر سنتين، يبقى دي الفترة اللي هي بتقفل فيها. فعند عمر 8 شهور في بعض الأطفال ممكن تكون فتحة اليأفوخ عندهم قفلت، أطفال تانية ممكن تبقى مفتوحة بشكل جزئي، وأطفال كمان ممكن يبقى حجمها كبير شوية. نتكلم عن ثالث حاجة وهو تطور الطفل والتسنين. هنتكلم أول حاجة عن التطور الحركي. الطفل في الشهر الثامن بيعرف يصلب رقبته وبيصلب راسه كويس جدا. لو الطفل لسه ما بيعرفش يصلب رقبته في العمر ده يبقى الطفل ده اتأخر ولازم طبيب الأطفال يفحصه. الحاجة التانية، الطفل في الشهر الثامن بيعرف يقعد وهو مسنود حتى ولو لثواني. ولو الطفل تم 8 شهور ولسه ما بيعرفش يقعد وهو مسنود يبقى الطفل كده اتأخر في الحركة دي. النقطة التالتة، الطفل في العمر ده بيعرف يتقلب من البطن للظهر ومن الظهر للبطن. الحاجة الرابعة، في بعض أطفال في العمر ده بيعرفوا يقعدوا لوحدهم ولو لثواني، لكن لو الطفل لسه ما بيعرفش يقعد لوحده عند 8 شهور فالطفل هنا لسه ما تأخرش، لسه معانا لحد الطفل ما يتم 9 شهور. لو الطفل تم 9 شهور ولسه مش بيعرف يقعد لوحده هنا نقدر نقول ان الطفل ده اتأخر ولازم طبيب الأطفال يفحصه. كمان عند عمر 8 شهور الطفل لو وقفناه بيعرف يتحمل وزنه، يعني بيعرف يقف، لكن انا دايما ما بفضلش ان الاطفال تقف على رجليها لمدة طويلة او بشكل متكرر في العمر الصغير. كمان عند عمر 8 شهور في بعض الاطفال بتبتدي تحبي، لكن لو الطفل لسه محبيش في العمر ده فبرضو الطفل هنا ما يعتبرش متأخر، الحبو معانا لحد عمر سنة. وفي بعض اطفال مش بتحبي خالص، بيقوموا يقفوا على طول ويبتدوا ياخدوا خطوات. فلو الطفل بدأ يزحف او يحبو في العمر ده دي حاجة كويسة، لو لسه ما بدأش مفيش مشكلة خالص. كمان في العمر ده الطفل بيعرف يمسك الاشياء بايديه ويعرف يميل بجسمه علشان ياخدها ويعرف ينقل الاشياء من ايد لايد. دي كده اهم مظاهر التطور الحركي في الشهر الثامن. نيجي للتطور العقلي للطفل. في العمر ده الطفل بيبقى عارف الأب والأم كويس جدا وبيقدر يميزهم من خلال الصوت ومن خلال الرؤية. كمان الطفل بيبقى عارف الأشخاص المحيطين به بشكل دائم، يعني عارف إخواته وبيحس بالألفة وهو موجود معاهم. كمان يقدر يميز وجود الأغراب، وممكن الطفل يبقى بيعيط أو حاسس بالخوف من وجود بعض الأغراب. كمان في العمر ده الطفل بيتفاعل بشكل ممتاز جدا لما نحاول نلغيه أو هنحاول نلعبه، يعني لو حضرتك حاولت تضحك الطفل الطفل بيضحك وبيبقى عاوز حضرتك تكملي معاه لأنه فاهم إن أنت كده بتلعبيه. كمان الطفل في العمر ده بيقدر يحدد السبب والنتيجة، يعني في العمر ده لو في حاجة معينة الطفل عملها ضحكتك جدا ممكن تلاقي الطفل بيحاول يكرر الحدث ده علشان انت تضحكي مرة تانية، فالطفل فاهم الحدث وفاهم النتائج بتاعته. كمان في العمر ده الطفل الرضيع بيعرف يميز الأشياء بتاعته، وبيعرف كمان الحاجات دي بتستخدم في ايه، يعني لو الطفل جعان والبيبرونة بتاعته قريبة ممكن يجيبها ويحاول يدهالك علشان يقولك ان هو جعان ومحتاج البيبرونة. يبقى ده كده التطور العقلي. نيجي لتطور الحواس. اول حاجة النظر، في الشهر الثامن الطفل بيعرف يشوف كويس جدا، بيعرف يميز الالوان بشكل ممتاز جدا، والالوان الزاهية بتبقى ملفتة جدا لانتباهه، وبيحب ان هو يلعب بالالعاب اللي ليها الوان زاهية. كمان الطفل هنا تناسق حركة العين بقى ممتاز جدا. كمان في الشهر الثامن الطفل بيعرف يركز على الاشياء اللي هو بيبص عليها، وكمان بيعرف يتتبع الاشياء المتحركة بعينه، كمان بيلتفت على مصادر الاصوات، وكمان بيلتفت لو حد نده على اسمه.
كمان في الشهر الثامن الطفل بيعرف يقيم المسافات بعينه بشكل كويس، يعني لو في حاجة موجودة بعيد عنه بيقدر يحدد الحاجة دي على مسافة قد إيه تقريبا، وبيقدر يحدد هو محتاج يوصل لها بكام خطوة أو بكام حركة. وبالنسبة للسمع فالطفل الرضيع في الشهر الثامن بيسمع بشكل ممتاز جدا، كمان بيعرف يميز الأصوات، عارف صوت الأب وعارف صوت الأم وبينزعج جدا من الأصوات العالية. أما بالنسبة للتسنين ففي الشهر الثامن بيبقى في جزء من الأطفال بدأت تظهر عندهم سنة أو اتنين، لكن لو الطفل لسه ما سننش لحد دلوقتي فالطفل ما يعتبرش متأخر. نقدر نقول إن الطفل اتأخر في التسنين لو الطفل تم سنة ولسه ما طلعش سنة واحدة على الأقل. لو حضرتك عاوزة تعرفي كل حاجة عن التسنين عند الأطفال الرضع هسيب لك الفيديو بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. وبالنسبة لتطور الكلام واللغة في الشهر الثامن الطفل بيقول بعض أصوات المناغاة، والطفل هنا ساعات بيطلق بعض الكلمات على بعض الأشخاص، زي إنه دايما لما يشوف الأم يقول لها ما، ودايما يكرر الكلمة دي لما يشوف الأم. هنا الطفل بيبتدي يفهم إن الكلمات ليها معنى، يعني هو فاهم إنه لما يقول ما إن هو كده بينده على مامته، أو لما بيقول كده مامته بتجيله، مع التكرار بيفهم إن هو كده بينده عليها. كمان الطفل في العمر ده بيقدر يقول بعض الكلمات ذات المقطع الواحد أو مقطعين، زي إنه يقول ما ما أو دا دا وهكذا، بعض الكلمات اللي حروفها صغيرة مقطع واحد أو مقطعين. لكن في بعض الأطفال في العمر ده ما بيقولوش أي حاجة من الكلام ده، وهنا الطفل ما يعتبرش متأخر. لو كان طفلك بيقول بعض الكلمات الصغيرة جدا أو بعض الإشارات فدي حاجة كويسة، لكن لو لسه ما بيقولش الحاجات دي مفيش مشكلة. لكن مطلوب من حضرتك دايما والمحيطين بالطفل إنهم يتواصلوا مع الطفل ويكلموه كتير جدا. الغلطة اللي بيقع فيها كتير من الناس إنه يسيبوا الطفل قاعد لوحده أو قاعد قدام التلفزيون، وده خطر جدا. لازم الطفل نلعب معاه، نتواصل معاه، نكلم الطفل باستمرار علشان الطفل يسمع الكلام ويبتدي يفهمه ويبتدي بعد كده يردده. أول خطوة إن الطفل يبتدي يتكلم ويتكلم كويس هو إن إحنا نتواصل مع الطفل علشان الطفل يتواصل معانا. لو سيبنا الطفل قاعد لوحده بدون تواصل أو قاعد قدام التلفزيون لازم الطفل يتأخر في التواصل ويتأخر في الكلام. يبقى كده اتكلمنا عن التطور، نتكلم دلوقتي عن رعاية الطفل أو كيفية الاهتمام به في العمر ده. أول حاجة لبس الطفل لازم يكون مناسب للفصل من السنة وللدولة أو المكان اللي احنا عايشين فيه. في فصل الصيف الطفل في العمر ده ممكن يلبس قطعة واحدة أو اتنين، في فصل الشتاء ممكن يلبس قطعتين أو تلات قطع، أو ممكن أزيد من كده لو المكان اللي انت فيه برد جدا. برضو في الشتاء الشديد جدا ممكن الطفل يلبس طاقية أو يلبس جوانتي أو يلبس شراب، مفيش مشكلة لو حضرتك شايفة إن الجو عندك برد جدا. بالنسبة لاستحمام الطفل في العمر ده لو احنا في فصل الصيف والحرارة عالية ممكن الطفل يستحمى كل يوم مفيش مشكلة، لو احنا في فصل الشتاء والحرارة قليلة جدا ممكن مرة واحدة او مرتين في الاسبوع، لكن لازم تاخدي كل الاحتياطات علشان الطفل ما يبردش منك. كمان الاهتمام بمنطقة الحفاضة مهم جدا في العمر ده، لازم الحفاضة بتاعة الطفل تكون مناسبة لحجم الطفل، لازم تكون نوعية جيدة، لازم نستخدم بعض الكريمات في منطقة الحفاضة علشان نحمي الطفل من حدوث التهابات الحفاضة، وعندنا مجموعة كريمات كتيرة جدا نقدر نستخدم أي حاجة منهم، هكتبلك أسماء الكريمات دي في صندوق الوصف بتاع الفيديو. كمان في العمر ده لازم نهتم جدا بنظافة الفم ونظافة الأسنان لو كان الطفل طلع له سنة أو أكتر، لازم على الأقل مرة أو اتنين في اليوم حضرتك تجيبي شاشة تبليها مية دافية وتمسحي فم الطفل وتمسحي على لسانه وتمسحي كمان على الأسنان لو كانت موجودة علشان نمنع أي التهابات في الفم، وكمان نمنع من حدوث رائحة الفم الكريهة، وعلشان نحافظ على أسنان الطفل ما يحصلش فيها تسوس. آخر حاجة هنتكلم عليها في الفيديو ده وهو نوم الطفل الرضيع في الشهر الثامن. في الشهر الثامن الطفل بينام في اليوم كله حوالي 14 أو 15 ساعة، ممكن يقلوا عن كده شوية أو يزيدوا شوية، وطبعا ده بيبقى على ساعات متقطعة.
في العمر ده في بعض الأطفال يقدروا يناموا بالليل من 6 ل 8 ساعات متواصلين، لكن برضو النقطة دي بيختلف فيها الأطفال. في بعض أطفال ممكن يقلقوا بالليل مرتين أو ثلاثة، أطفال تانية ممكن يناموا 6-7 ساعات متواصلين. فالموضوع هنا في اختلاف كبير ما بين الأطفال، والطفل في العمر ده ممكن ينام بالنهار مرتين أو ثلاثة، وكل فترة فيهم بتبقى ساعة أو ساعتين. لو الطفل هينام بالنهار مدة أطول من كده لازم حضرتك تصحيه، ما تسمحيلوش ينام مدة طويلة بالنهار، لأن كده بالليل مش هيعرف ينام كويس. كمان النقطة اللي لازم أكد عليها، لازم حضرتك تعملي روتين ثابت قبل الطفل ما ينام كل يوم، وتعوديه على الروتين ده، علشان بعد كده حضرتك بمجرد ما تبدأ الروتين ده هتلاقي الطفل بدأ يسترخي وينام. يعني مثلا الروتين ده ان الطفل يخش في السرير بتاعه، وان احنا نخلي الإضاءة خافتة ونخلي الأصوات خافتة، وحضرتك تبتدي تحكي له قصة. هنا ده روتين حضرتك لازم تعمليه في نفس الوقت كل يوم بشكل متكرر. مع مرور الوقت الطفل بمجرد ما بيشوف الحاجات دي بدأت تحصل بيعرف ان ده وقت النوم، وده هيسهل عليك نوم الطفل بشكل كبير جدا. لو كان طفلك بيعاني من صعوبات النوم او بيقلق بشكل متكرر، هسيبلك في صندوق الوصف بتاع الفيديو فيديو تنظيم نوم الاطفال الرضع، هيوضح لحضرتك ازاي تتعاملي مع الطفل ده وتخليه ينام بشكل ممتاز جدا. بكده اكون اتكلمت عن اهم النقاط اللي تخص الطفل الرضيع في الشهر الثامن. لو في اي سؤال يخص طفلك ما كانش موجود في الفيديو هنا اسأليه في قسم التعليقات وانا هجاوب على حضرتك. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.